مرحبا، أنا عمر السعرتي من مؤسسة خلوه أجمل. نحن متواجدين اليوم في سوق الحدادين، أحد أقدم أسواق مدينة الموصل. أطلقنا مبادرة لدعم أصحاب هذه المهن والحرف بالأجهزة والمعدات. تعالوا خلينا نشوف. تم دعم هذا السوق بالمعدات والأدوات اللازمة. هذا السوق هو مهدد بالاندثار بعدة أسباب طبعاً. أولها هي البضاعة المستوردة. الشغلة الثانية أصحاب السوق ما تلقوا أي دعم لا من منظمات ولا من جهات حكومية. بادرنا نحن بخلوه أجمل وبدعم من برنامج تعافي، بدعم مجموعة كبيرة من أصحاب المحلات، وأعتقد أنه أكو مجموعة كبيرة ثانية راح ندعمهم. إذا تلاحظ حالياً داخل السوق أكو محلات معزلة. هذه المحلات للأسف أنه أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر دعم، وبالتالي أصحاب هذه المحلات يضطر أنه يروح يلقي شغلة ثانية، وده يعزل ويفقد هذه المهنة اللي هي مهنة الآباء والأجداد. اليوم أصحاب المحلات اللي نحن يعني تلقوا الدعم عن طريقنا حالياً هم مستمرين بالعمل، والمحل اللي يمنا حالياً هو ده يعلم ابنه للمهنة، وأكو محل ثاني ده يعلم أخوه المهنة. إذا نحن ساهمنا بانتشار هذه المهنة وعدم اندثارها مرة ثانية. الحمد لله على ما قدمونه لنا من منظمة خلوها أجمل على عدد وآليات تساعد على سرعة العمل. يعني حقيقة أولاً من ناحية النفسية رفع معنويات أهل السوق الحرف الشعبية بهذا السوق. اثنين، العدد تسرع العمل وتزيد من الإنتاج، ونفس الوقت دقة العمل تزيد لأنه آلات جديدة كثيرة غيرت. يعني هذا المزرف، هاي الكوسرة، عندك هذا اللاخ، فالعدد يعني أثرت علينا، مع أنه هاي العدد حقيقة ما كانت موجودة سابقا، لا متوفرة عندنا ولا عندنا إمكانيتها نهائيا ماديا، وغيرت إنتاج. يعني حتى إطفائية، أدوات إسعافات أولية، البدلة، العمل، نظارات، عدد بسيطة ولو، لكن هاي كلها حفزتنا على الإنتاج ورفعت من معنوياتنا. وكثير من عندنا اللي كان يفكر أنه يترك الشغلة رجع على شغلته وشغلة أجداده. هذه الأجهزة فادتنا من زيادة الإنتاج، وسهلة صارت علينا. يعني مكان ما كنا نشتغل حاجتين أو ثلاثة بالنهار كنا نشتغل 20 حاجة باليوم من أجل دعم الصناعة المحلية بالبلد.